وجودي في ديجيتال كرييتور اوورد لاول مره في الجزائر كضيفه شرف هو التقائي والتقاء نحن كفنانين مع صناع المحتوى. وكما تعرفين ان صناع المحتوى في الجزائر اصبح يعني فرض وجوده، واحنا محتاجين نحن نحتك بهذا الشباب الجميل اللي عنده طاقه ايجابيه ويهدر لغه العصر. وش رايك في صناع المحتوى الجزائريين والمحتوى اللي راهم يقدموه فيه؟ صناع المحتوى في كثير منهم مبهرين، يعني يعرفوا وحدهم يديروا روحهم، يلقاو اللغه، يلقاو مواضيع، ان كان في الرياضه، ان كان في الدايت، ان كان في الحالات الاجتماعيه، في الطب، ولا حتى انهم مثلا يخليوا يلفتوا انتباه ليهم. هذه لغة العصر اليوم. المهم في ايفنت كما هذا في الجزائر نحن كي نقيموهم ونحطوهم تحت الأضواء نرفعوا من قيمتهم ويتحسن المستوى إلى دائما الأحسن.